سلامة الناس الكل. هاني في الطريق من الكاف للقيروان ومن بعدها ماشي لسوسة إن شاء الله. دينا ببرشة مناطق سوبر جميلة سوبر حلوة، طبيعة خلابة وأشجار وحركات، وأنتوا بتعرفوا هذا الشيء، في منكم ما يعرف هذا الشيء مع الأسف. حاصلوا بدنا نوقف شوي على القيروان، بدنا نشوف جامع عقبة بن نافع، حوس شوي بالمدينة العربي، صح؟ هيك بتقرا المدينة العتيقة. المدينة العتيقة، أما هي المدينة العربي قيروان. أي قيروان أول ما عرفتها أنا، عرفتها من أيام كورونا لما صارت فيها الأمراض والمشاكل، كيف قدروا طلعوا من هذا الشيء. عرفت القيروان من وقتها، ومن وقتها وأنا نقول باش نمشي لتونس إن شاء الله باش نعدي بالقيروان. جميلة جدا جدا جدا، التاريخ والعظمة، شو سموها الاركتكتشر بالعربي، الهندسة المعمارية، الهندسة المعمارية جميلة جدا. تعرف شنيا نحب؟ نحب البلاد اللي ما زال فيها التاريخ، طابع تاريخي، طابع تاريخي، ما زال فيها طابع تاريخي، ما زال فيها حتى الناس تكون لساتها عايشة على البساطة، ما هيش الحاجات الليكس واللي اخترعها الزمن وما إله طعم يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه أقدم محل في القيروان 1960. من 1960 أول محل، أول محل بدأت السياحة معناها. أيوة، ما كانش، كانت كلها منازل ديار. أها، هذه الحوط الوحيد اللي بيع سيفينير، كانوا قبل نبيعه في الكاركوستال والتامب. تنبت على زاني 60 زاني 50 في قبل بيع فيهم جدي، وقت كانت الصورة عندها قيمة، كانش تليفون. صحيح صحيح. مع اللي يجي القيروان
اجي لعنده، راهو انسان رائع صراحة، عسل كيف ما تقولوا انتم. هذا الحي القيرواني، هذا النسيج بتاعنا، هذا هو اللون الاصلي قبل السابقة، بعد نصبوه في الاكحل في الالوان الكل، نص الالوان. هذه قبل المرأة القروية، أنا التصوير هذيك صورها أنت قيسي، شفت؟ هذه المرأة القروية. أها. تاع المدينة، هذيك المرأة اللي في قبل تقعد كان عينها ظاهرين كي السفساري هذا كبير، تو ما عادش يلبسوه كي السفساري هذاك، في الراس ويتعمل كيما الكشكول. ويغطي به تقعد كان عينيه على الرمل تاع الرمل صح. شفتها؟ نخدموهم. حلوين برشا هنا. الكعبة هذي، هذي مزيخ. بيكش صاحبي، لاباس عليك، جو باهي. يلا تو نكمل ونشوف. تأسس 670 ميلادي 50 هجري، أول جامع، أكبر جامع في شمال إفريقيا. هذا يا بيت الصلاة، هذا كان القبة نتاع المهرة، وهذا يا الصحن، وهذه كانت ساعة شمسية في الربع الأخير اللي كنا بنا اللي بنوها الأغالبة في القرن التاسع. والقيروان هي عاصمة إسلامية، من هنا انطلق الإسلام، الجزائر، المغرب، حتى وصل لإسبانيا، قرطبة، وإشبيلية، وغرناطة. وعقب نونابع مدفون في بسكرة، القبر نتاعو دفن في بسكرة. وهنا عندنا في القيروان حوالي 85 مع ولي صالح، 135 مسجد. ما شاء الله. والقيروان هي رابع مدينة إسلامية، مكة، مدينة، القدس، القيروان. ما شاء الله. مرحبا بك. عايش، عايش عمري. ربي يفضلك، ربي يخليك. عايش كات. تو هذه ثاني مكان نحبه برشا في تونس. مش حقول وين. لما هذه ثاني مكان حبوا برشا في تونس. أو عرفتوا تاريخ الجامع وتاريخ القيروان، ومن بعدها إن شاء الله يلا حفوت عالب الجامع لجوا. جات وينسي، دخلت من الباب، زعما نخرج من خوخة ولا كيف؟ عارفش؟ ايش قولك انت؟ عيب نخرج من خوخة. تخرجيني من خوخة؟ لا. أنا خرجت من الباب الكبير دي. الحمد لله يا رب. يا صباح الخير والنور والسرور والتفاؤل. قضينا دار في وسط المدينة العربي. دار جميل جدا، هاو تشوفوا انتوا قدامكم. وبعدها باش نمشي ونشوف الرباط، نشوف المتاحف، ونشوف الأجواء. وطبيعي انتوا معي يعني. Let's go يا بيبي. شوفوا هذا هو الدار اللي خديته وسط مدينة العربي. شوفوا بالطبيعة أكتريتكم بيعرفوا كيف أشكاله وكذا وهيك. أما أنا صراحة لأول مرة معيش هذه التجربة. تعالوا ورجيكم الفيو من فوق. سوسة العزيزة.
جوهرة الساحل. هاي 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 ومن بعد باش نمشي ونشوف المتاحف ونشوف الأجواء في سوسة ونشوف الشوارع ونشوف الأسواق الشعبية والطبيعة وكل هالقصص هذه. ومثل ما سمعت انه من اكبر المولات في تونس هي هون في سوسة، مول في سوسة، فكمان حجرب روح زوره وشوف شو الوضع. اما صراحة بومباستيك فانتاستيك اكسترا اوردينيري سعدينكم ما عليكم. ما نحبش نمشي، انا نحب نعيش هنا. سي يو. شوفوا التاريخ والجمال، شوف مانيش باش نقولكم اي شيء، اللي ما بيعرف عنا شيء ادخل وتثقف، ثقف حالك، شوف التاريخ ودرس التاريخ تعرف شو هو وتعال على تونس وزورها. مني مثل باقي اليوتيوبرز، مانيش باش نعطيك معلومات فور فري، اتعب على نفسك وروح جيب المعلومات شوفوا بس. هلا حنطلع لفوق. اوكي جاهزين؟ شوف المنظر، شوف السوسة كلياتها من فوق. ليتس جو. لو كملنا من هون يلا نشوفكم بالمحطة الجاي او باش نوريكم الجامع الكبير في سوسة. اي وراي حال ما كنا قبل، وهذا الجامع. او يا رب بسم الله. شوفوا كيف تلاحظوا الكتابة، الأحرف العربية على الجدران.
طبيعي يعني النجم ندخل الحمد لله لاني مسلم. هذه واحد اثنين انه طول ما دخلت خاطر ما فماش وقت الصلاة فهمتني، يعني يعتبر المسجد من الداخل مسكر ولغير المسلمين بعتقد نجموا يدخلوا اما لازمهم يحتشموا فهمتني، يعني طول كنا داخلين وفما اجانب يعني داخلين قدامنا فعطاهم الحجاب قال اه تستري انت وياها عشان داخلة لبيت الله فتستري طول عمرك. واذا بتشوفوا هون وراي هذه كلها الأحرف اللي هون هذه كلها مكتوبة بالأحرف العربية باهي جواك أحلى جو يا رب يا رب فرج همنا وأزل الهم عن قلوبنا عنا وعلى جميع أحبابنا وعدائنا. اللهم غمق لهم في الأرض وفي جهنم إن شاء الله. أهو جينا المول أوف سوسة الشمس حرقت لي عيني نمشي بفوت لجوا ديكاتلون يا صاحبي. عن سلامة هاني جيت واشتريت كذا حاجة، جبت ماكلة من المول اما ما صورتكم انا عم بشتري وكذا هيك عشان ما نحب هذه الشغلات. حاصلوا اشتريت من عند سويت نوغات نوغا مهم سويت نوغا. فما عنا طفلة بالعائلة عمرها 30 سنة تحب الحاجات هذي شفتوهم هذي وهذي بقلاوة خاطر المدام تحب البقلاوة برشا صحة وانا لقلبها. هذي اول شيء. تاني شي جبت شوية الكترونيات انا محتاجهم للخدمة متاعتي. اوكي خليني ارجيكم اياها. هذه ما هيش حاجة واو يعني اما هذه بس علقه بالسيارة مشان التليفون شو يسموها سيبورت تليفون سيبورت تليفون علقه بالسيارة عشان جي بي اس وهيك. هذه حاجة عجبتني برشا تنجم تحطها بجنب اللابتوب وتحط التليفون هيك انت وتخدم خاطرني يعني انا نخدم طول الوقت على اللابتوب فنعرفش كان نجم تنجم تفيدني بشي ولا لا. حاصلو يعني اشتريتها بس اشتريتها ما بعرف اذا تفيدني بشي. وجبت هذا البورتابل هارد درايف 2 تيرا بايت اما اللي فاجأني هي الاسعار. اوكي الاسعار صراحة فاجأتني برشا مثلا بقطر او بتركيا برشا غالي هالشغلات. هون حسيتها لا نورمال سافا يعني انا اول شيء قلت باش حادفع شي مليون دينار يعني شي الف دينار اما لا طلع اقل. قديش دفعنا بالهدول 300 مع 2 تيرا بايت هارد درايف يعتبر شيء كتير قوي. واشتريت هذه تحط فيها كارت الميموري بتاعون الكاميرا والقصص هذي وشوف شو في كمان او يو اس بي حاجات ما هيش فارغة اما بالنسبة لخدمتي سافا برشا سافا. عجبني المول ما هوش معقد فوق تحت شمال يمين هو طابق واحد اكهو. واشترينا ماكلة من عند باجيت اما فيه شغلة واحدة انه يرحم والدين والديكم اخدموا بسرعة خاطر طلعت روحي تشتغلوا سلو موشن يا جماعة. انا عم بحكي على جماعة اللي بيشتغلوا بمول سوسة خاطر جربته بغير منطقة نار صاحبي توينسا شبينا نحنا وادعم الصناعة المحلية بوغا عشنا وعاشت تونس اكهو تو ماشيين لبلازة اخرى لايكون هونيك سربي عبي خلي يدور الكتال حملك على الكتف جبالش مازال القلب يعبي نحنا ونحنا مطلبنا كان راح تبال قولي التاريخ والحضارة والأناقة والجمال يسعد دينكم بومباستيك فانتاستيك اكسترا اوردينيري اعتز بنفسك انت تونسي صباح عليكم صباح على تونس.
هلا الساعة تقريبا 5، بعد في نص ساعة وبسكر، فهو على 5:30 بسكر، فخلينا ننزل لتحت ولحق ارجيكم. باهي باهي، انا عم صور لكم حاجات هيك رح احط لكم اياها بطريقه تكون حلوه. اوكي سعدتينكم، مبسوط انا بتونس، مبسوط. هلا انا هون ما في شيء احكيه وصوره، بس انه عم صور لانه مرتي عم تاخذ لي صوره، فالمفروض تطلع الصوره حلوه وانا عم بعمل فلوجينج، فهمت علي كيف؟ ما بعرف ان شاء الله تطلع حلوه وحنزل هذا الفيديو وارجيكم الصوره تصورها. فقولوا لي اذا بالكومنتات اذا حلوه ولا لا. يعني مثل ما كاتبين هون بيقول لك هذا المسرح الجم بيضوي الشكل ولا يزال قائما الى الان. طبعا ما عم صوره. وهو يعد من اضخم المعالم القديمه في شمال افريقيا اكيد. وبفضل حجمه الكبير بيساع تقريبا 30,000 شخص، يعني ربع لبنان تقريبا بيساع بهذا المسرح ما شاء الله. وتتوافد الجماهير التي تقوم المسرح من المدينه واحوازها، يعني على الجنب وكله بيجي لهون على هذا المسرح وبيحضر العروض كانوا، وهذه العروض كانت بومباستيك وبيعادون على حسب بقى قيمتك انت بالمجتمع. كيف يعني عندنا نحن بتاخذ في اي بي تاع 25 دينار وال10 دينار بحطك او 5 دينار بحطك بالاخر ما بتشوف شيء؟ اي نفس الشيء كانت قديما هيك، يعني نحن ما عندنا شيء جديد جايبينه من قديم. حاصيله الحديد اللي صورت لكم اياه، فما حاجه تحت الارض، في شيء تحت الارض تحت هدول ما نعرف شوي. يلا نبحبش بالتاريخ ونقولكم لك كيف كانت قبل. كانوا يطلعوا الحيوانات من هون وعشان يتبارزوا هني والابطال شكله، لانه شوف هون حاطين الاسد والنمر بقفص بيطلعوا لفوق بيتركوه بالحلب يا معلم، فهمت علي كيف؟ اها لك اها مكتوب هون. وتدور العروض في الحلبة التي تعلو اللي تحت الارض يسمون دهاليز، فسيحة يوضع فيها الحيوانات المفترسة والمتصارعون، يعني كل واحد بيكرهني وبيكره تونس كان يحطوه تحت. حاصيله وتسهل الأرضية المتحركة عملية المرور من الكواليس إلى خشبة المسرح وهما يعني مثل باكستيج كانوا عاملينه. حلو. وهذه العروض تتمثل في قتال بين المتصارعين، مقاتلون مسلحون ومدربون يعرضون حياتهم للخطر. حلو. وفي صيد ومصارعة الحيوانات المفترسة وفي تنفيذ حكم الإعدام، حتى كان حكم الاعدام ينفذوه هون. يعني بتتخيل ان احنا واقفين على ارض عادمين علي ناس؟ تاريخ يا معلم، 3000 سنة حضارة منا هيني. الله يحمي تونس اهلها وشعبها والبلاد ككل. هاو هيدي شو بسموه فسيفساء، كيف كانت الحيوانات تتصارع. عم بوزينكم. وهيك وكان خلص مشوارنا لليوم، بدنا نهي بشاباتي عن صاحبنا بفكر حاله تشي جيفارا. هلا بحكي لكم قصته. حاصلوا هذا كان مشوارنا لليوم، شفنا سوسة، ما شفنا برشا حاجات بعرف، اما جربت نشوف الماكس اللي بقدر اشوفه، نحاول قد ما فيني نستثمر بالوقت اللي انا عندي اياه، خاطر ما عنديش برشا وقت في تونس، فهمتني؟ حبكم برشا، وفما فيديوهات اخرى بمناطق اخرى. اما نحاول قد ما فيني يعني نشوف الماكس، فهمتني؟ يعني وقتي ضيق جدا جدا لانه مسافر قريبا رجع على قطر، لانه انا مستقر في قطر. نحبكم برشا، نرجع نشوفكم فيديو تاني. نعم بوزينكم. بالمناسبه
ابدا مش طيب الشباتي. ابدا. بنين. بنين يعني. يستاهل يكون شي جيفارة يعني. يستاهل يكون شي جيفارة صاحبنا.